طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. عسوني انتفخوني قلبي. بعد هذيك الفرصة الأخيرة اللي كان خصو ينتهزا وما انتهزاش، صافي تماك خاب الأمل ديالنا فيهم صراحة الله. ولكن معليش ما راني ماشية. طبخونا المهم حنا اللي دخلنا خسروا. حنا ملي دخلنا عطى مركب اخر الهدف الثاني، كون ما دخلناش كنا نعرفها. ولكن ملي جا في نص النهائي ملي خرجوا بوفال اللعب خسر مره صراحه. كنا فرحانين في الاولاني وكان خصنا نربحوا وكان الدنيا كامله غادي تكون فرحانه، مي ماشي مشكله ان شاء الله مره اخرى. المهم صراحه باو خسروا وحنا كنا عوالين غير يربحوا شويه، وحنا كنا عوالين اليوم غير يربحوا، مي في الاخر ما ربحوش. ضروري تعصب حيت المغرب بلادك، ضروري تعصب عليها. واش تعمل، طلبوا مراني باش جات تربح. صراحه كان اداء مزيان، ما كانش عندهم الزهر، وفي نفس الوقت ما كانش خاصهم يخرجوا بوفال، حيت بوفال اللي هو واحد اللاعب اللي رئيسي ومزيون بزاف، ما كانش خصهم يخرجوا بوفال. بالنسبه للمباراه ديال اليوم دازت مزيانه، هما في الاول كانوا عاملين اكثر من الجهد ديالهم، بالحق يعني هذا قدر الله ما عندنا ما نعملوا. وكنتمنى الفرق ياخرين زعما يتفوقوا، زعما خاصه تكون اصلا عندنا روح رياضيه، حنا ماجي نتفرجوا يعني، خاصنا نتقبلوا اي حاجه. وكنقول هويا ما تبقاش تغني على حكيمي.